يمداركم صدفة وخذني الدرب من يمداركم. طبعا من صغير كنت احب اغني يعني اغاني واتدرب عليها. انت حبيب عيوني ونور عيوني. انت من عمري 16-17 سنة أظل أسمع الأغاني وأحب يعني أسمعها عدة مرات وأرجع أغنيها يعني بيني وبين نفسي يعني. طبعاً كنت بالبداية إنه أخجل يعني أغني قدام حدا أو إنه حدا مثلاً يكون واقف معي ما أغني، لما أكون لحالي بالبيت، لما أكون مثلاً طالع على مكان أكون أتمشى لحالي أو كذا أحب دائماً أغني. بشير اللي ذكرناه هو عازف العود، طبعا هو اللي اكثر شيء حفزني على اكمال مسيرتي بالغناء. الله يذكره بالخير، هو حاليا مو موجود بالمناطق هين. طبعا هو وبالمطرب محمود الفرات يعني مطربين من الشداد يعني واصدقائي حيل 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 ساعدوني. كسرت عن طريقهم حاجز الخوف وبلشت يعني اكثف على حالي انه اتدرب. بعد التدريب والتكثيف على تدريبي بالمقامات والأغاني اللي بلشت أتدرب عليها، يعني بلشت أصور أغاني بالموبايل وأسجلها وأسمعها يعني. فبين الأصدقاء والناس اللي تعرفني أنه اقترحوا علي أنه ليش ما تفتح قناة باليوتيوب وتشهر حالك يعني، وبلشت أصور مقاطع فيديو عن طريق موبايلي وأنشرها على اليوتيوب. لو ما حس عبريت عتبة داركم والتمت بروح المحنة واشتهيت اخباركم.